أهلا بعودتكم جميعا. نتابع برنامجنا لهذا اليوم، وفي الجلسة الثالثة يشرفنا المهندس ناصر المقيصيب مدير إدارة استراتيجيات التطوع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ناشط اجتماعي في المجتمع القطري، حاصل على بكالوريوس في الهندسة من استراليا وماجستير تنفيذي في الإدارة. قام بإعداد وإدارة وتأسيس مجموعة من المبادرات والأنشطة والمشاريع المجتمعية والإنسانية على المستوى المحلي والخارجي، منها طموح للتنمية المجتمعية، رحماء للعمل الإنساني التنموي، مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي، عضواً ورئيساً لعدة لجان في وزارة الثقافة والرياضة، جمعية قطر الخيرية، المنتدى العربي لمبادرات الشباب، وكذلك محاضراً في كثير من الجامعات والأندية الشبابية. المهندس ناصر المقيصيب ممارس تفكير تصميمي ومعتمد في قياس الأثر الاجتماعي من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ولديه دبلوم في الاستشارات النفسية. سيقدم لنا مهندس ناصر مفهوم التعلم المكتسب من الخدمة المجتمعية بجميع أنواعها، ويعتبر شكل من أشكال التعلم التجريبي والخدمي للمساهمة في دمج الدراسة الأكاديمية مع أنشطة خدمة المجتمع التفاعلية الهادفة، وجعل الخدمة والعمل جزءاً لا يتجزأ من مكونات عملية التعلم الضرورية لإعداد الأجيال القادمة. وسيقدم مجموعة من المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالخدمة المجتمعية، وسيركز من خلالها على مفهومي التطوع والعطاء كأحد أهم أوجه المساهمات لخدمة المجتمع. سنتعرف على أهم فوائد خدمة المجتمع، والتي منها تطوير ميول الطلبة واتجاه الخدمة والمشاركة المجتمعية عن طريق الانخراط في التجارب والتطوع في مجالات متعددة. English translation is available through the application. فدعوني أدعو إلى المسرح الأستاذ ناصر، مشكوراً. مايك هناك الآن، ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبياكم، وسعيد صراحة بتواجدي معاكم اليوم في هذا المنتدى الطيب، في هذا الجمع الطيب، اللي بإذن الله تعالى راح أحاول قدر الإمكان أني أعطيكم بعض من الأمور اللي تعلمتها خلال حياتي المهنية والتطوعية بما يتناسب مع الاحتياجات الرئيسية المتعلقة بالتعليم والمنهج الأكاديمي والأشياء اللي احنا ممكن نوصلها بإذن الله تعالى للطلبة. فشكرا لكم جميعكم على حضوركم، ونشكر معهد التطوير التربوي من مؤسسة قطر، ونشكركم أيضا على هذا المنتدى الطيب اللي سعدت صراحة أن بلغوني في هذا السنة راح يركز بشكل كبير على العمل الاجتماعي والمجتمعي. طيب، نبتدي بالبوينتر شغال، ها؟ الأمور طيبة، ممتاز. طبعاً في البداية أحب أعرفكم بنفسي، وجزاهم الله خير عرفوني بشكل طيب، أخوكم ناصر المقيصيب، وما باخذ وقت طويل في التعريف أكثر من أن مثل ما تشوفون من سيرتي متعلقة أكثر في المجال الميداني وليس الأكاديمي. فاليوم أنا حابب هذه تكون فرصة طيبة أن نحاول ندمج المفاهيم العملية بالمفاهيم الأكاديمية اللي ممكن فعلاً نوصلها للأجيال القادمة من طلاب وشباب على جميع المراحل. خلال هذه الورشة أو خلال هذه الجلسة ما بيكون في مهارات ممكن أعلمكم فيها، بتلاحظون من الأشياء الكثيرة اللي راح نتكلم عنها أشياء متعلقة بالوعي. ودائماً أقول الوعي لازم يبتدي منا إحنا كمسؤولين، منا إحنا كمدرسين، منا إحنا كإداريين نساهم في عملية التعليم، ونحاول نوعي الطلاب في الأجيال القادمة بما يتعلق بهذه المفاهيم الأساسية المتعلقة بخدمة المجتمع. خلال هذه الورشة أو خلال هذه الجلسة راح نتعرف على بعض الأمور، ومنها العمل المجتمعي وبعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعمل المجتمعي، وأبيكم تصبرون معاي فيها لأني أنا أشوفها مفاهيم مهمة إذا إحنا وعيناها وفهمناها بتسهل علينا عملية توصيلها للطلاب.
وثم راح انتقل بشكل أكبر على العمل التطوعي ومفهوم العطاء وعلاقته بالعمل التطوعي، ومن ثم راح نتكلم عن التعليم المكتسب، وبتكون في نص ساعة الثانية راح نتعمق أكثر في مجال التعليم والجامعات والمدارس بشكل كبير، وآخر شيء راح أتكلم عن شركاء العطاء، وباختصار راح أتكلم فيها بشكل كبير عن الشراكات اللي إحنا ممكن ننميها مع المنظمات الأخرى، المؤسسات الأخرى المتعلقة في توفير الفرص التطوعية وفرص العمل المجتمعي في دولة قطر. فصحيح إحنا اليوم نتكلم عن مدارس، نتكلم عن جامعات، ما يكون لنا دور كبير، يعني الواحد دائما يفكر فيها أن يدوب المدرس يقدر يركز على المنهج ويعطي المنهج للطلاب، بس لا، في شركاء ممكن يساعدونا في تنظيم هذه العملية بشكل كبير، وهاي اللي راح نتعرف عليه بإذن الله اليوم إن شاء الله. بتلاقون في بعض الشرائح راح أختصر فيها علشان الوقت، بتلاقون بعض الشرائح راح أركز عليها، في بعض التدريبات اللي راح أدخلها، طب حكم أن أنا مدرب فصعب علي أني أقدم شيء بدون يعني تدريب بسيط عشان بعد نغير فيه الجو بإذن الله تعالى، وراح نستفيد منه طبعاً ببعض الأمور المهمة اللي تفيدنا في حياتنا العملية. ودائماً أبتدي سؤالي بحكم إحنا قاعدين نتكلم عن موضوع مهم، العمل المجتمعي. ليش سميناه عمل مجتمعي وما سميناه عمل اجتماعي؟ وأدري أن في ناس وايد يخربطون في هاي الكلمتين. ليش نقول العمل المجتمعي؟ ليش نقول ريادة الأعمال المجتمعي مش الاجتماعي؟ ما الفرق بين العمل المجتمعي والعمل الاجتماعي؟ طبعاً قالوا لنا في متطوعين اليوم وفي ميكروفونات، صح؟ وين متطوعين اليوم؟ أبي أسمع من حد من المتواجدين ويساعدنا في عملية فهم الأمور بشكل أكبر. ما الفرق بين العمل المجتمعي والعمل الاجتماعي؟ في عندي ستار فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد قاسم، أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا. جميل. العمل المجتمعي هو عمل يخدم المجتمع بغض النظر عن المجالات التي سيخدم فيها المجتمع من وجهة نظري، أما العمل الاجتماعي فهو عمل محدد لطائفة واحدة أو مخصصة من هذا المجتمع. جميل جميل، يعطيك ألف عافية. حد معاه ولا هذا بعيد؟ وين وصل لك هناك؟ يلا علي صوتك. أبيك تركز على مفهوم اجتماعي ومجتمعي. جميل جميل. الله عليك، الله، جميل جميل، يعطيك العافية. آخر مداخلة أستاذ محمد الجناحي، اليوم ما شاء الله متطوع معنا، هاي نتشرف فيها يعني الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود عامر من أكاديمية قطر الدوحة. كما تفضل الزملاء، لكن أضيف أمرا آخر وهي النسبة مجتمعية. نعم. هذه هي نسبة، وهي تعود إلى نسبة المجتمع اللي تفضل فيه الأستاذ، وذلك المكان الذي يعود إلى هذا المجتمع الذي نعيش فيه. جميل. فهذه مأخوذة من ياء النسبة، هي نسبة تعود إلى هذا المجتمع، لكن الاجتماع هو محدد ببيئة محددة صغيرة. جميل. يعني نحن ننتقل من الاجتماع إلى المجتمع. ممتاز. نسبة إلى حرف النسب الموجود في هذه الكلمة. شكرا. بارك الله فيك، شكرا لكم، يعطيكم العافية جميعا على مداخلاتكم الطيبة، رائع وجدا ممتاز، وجميل أن نحن نوصل لهذا المرحلة من التفكير، أن فعلاً نحاول نفرق بين هذه المفاهيم. جميع اللي ذكرتوه في كثير من الصح، ولكن خلنا ندش في هذا الموضوع، وهذا استوى بعد بحث يعني خذ مني أسابيع صراحةً، لأن كثير من الناس اللي شفتهم قاعدين يكتبون عن هذا الموضوع أنا تلخبط منهم، ولكن وصلت لمرحلة تتشابه بشكل كبير باللي ذكرته. لما نتكلم عن العمل الاجتماعي نتكلم عن أفراد أو مجموعات صغيرة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة كما يذكرون كما يسمون في على المستوى الدولي. نتكلم عن الطلاب، نتكلم عن أسر متعففة، نتكلم عن مجموعات صغيرة وأفراد في المجتمع.
عندما أتكلم عن العمل الاجتماعي نتكلم عن علاقة الأفراد بينهم وبين بعض وعلاقتهم بالمجتمع. لما نتكلم عن العمل الاجتماعي نتكلم عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر من أي مجالات أخرى. عندما نتحدث عن العمل الاجتماعي نتحدث عن تنمية الأساليب الحياتية الخاصة بهؤلاء الأفراد، فإحنا ما زلنا قاعدين نتركز على أفراد. عندما نتحدث عن العمل الاجتماعي نتكلم عن عدالة ومساواة، والمقصود أن في فئة معينة في المجتمع نحاول نرفعها عشان تتساوى وتكون عادلة مع باقي المجموعات. عندما نتحدث عن العمل الاجتماعي نتكلم عن أمور مختلفة، قد تكون يومية، قد تكون تنفيذية، وليست استراتيجية على مستوى طويل. أما عندما نتحدث عن العمل المجتمعي نتحدث عن المجتمع ككل، مثل ما يقولون أفراد ومؤسسات وأنظمة وغيرها وغيرها من الأشياء الموجودة عندنا. فإحنا لا نتكلم فقط عن أفراد، نتكلم عن مجتمع كامل بأفراده بمؤسساته بأنظمته. نتكلم عن تفاعل بين كافة قطاعات المجتمع، نتكلم عن جميع المجالات وليست فقط مثل ما ذكرنا في العمل الاجتماعي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وإنما نتوجه للثقافي والرياضي والصحي وغيره من الأمور. عندما نتحدث عن العمل المجتمعي نتحدث عن تنمية جميع القطاعات مرة واحدة، مش نفس ما ذكرنا في العمل الاجتماعي مساواة فئة وصلها لفئة، ولكن نتكلم عن تنمية المجتمع ككل. عندما نتحدث عن العمل المجتمعي نتحدث عن تطوير وازدهار المجتمع. وآخر شيء عندما نتحدث عن العمل المجتمعي نتكلم عن استراتيجيات قد تكون لمدة 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة إلى 50 سنة. فهذا الفرق البسيط اللي يفرق بين بس كلمات بين شغلتين، وهذا حبيت دائما اذكره ودائما اذكره في كل محاضراتي وكل ورشي، لان هذا المفهوم اذا ما صلح شلون نقدر نقول باقي الاشياء صالحه؟ لازم نفهم ونستوعب شنو الفرق وشلون قاعدين نتكلم عن مصطلحات مهمه جدا ممكن تفيدنا سواء على مستوى بحثي او على مستوى تنفيذي في المستقبل. في مصطلحات كثيره ما راح اخذ وقت فيها، مثل المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والنشاط المجتمعي، ريادة الأعمال المجتمعية، العمل المجتمعي، التنمية المجتمعية، كلها أشياء تصب في العمل المجتمعي. في ناس أنا متأكد اليوم ممكن يشوفون هذه المصطلحات ويقولون ترى معظمها نفس الشيء، ما تفرق بينها. لا، في فرق كبير بين هاي المصطلحات، وكل مصطلح فيهم يمثل شيء معين ويمثل فئة معينة ويمثل حاجة معينة لازم نركز فيها بشكل كبير. والمهم أنتوا ككوادر وكمنظمين وكمعلمين تكونون فاهمين ومستوعبين ما هو الفرق بين هذه الأشياء. وأقول لكم شغلة بسيطة بينتني وأكدت لي على أن الناس كثيرين قد يكونون عارفين ويمارسون هذه المصطلحات ولكن مو بعارفين أن هذا المفهوم يمثل هذا المصطلح. سويت بحث بسيط خلال دراستي في الماجستير مع HEC Paris اللي تعتبر من أحدى الجامعات قطر، مؤسسة قطر. تخرجت منها مثل ما ذكرت الأخت في البداية من الإدارة التنفيذية العامة، وكان مشروع التخرج عندي متعلق بريادة الأعمال المجتمعية والعمل التطوعي أيضا. فالاستبيان قدم فيه تقريبا 500 شخص عربي تحديدا، وفي بعضهم من العالم، مش لازم يكونوا كلهم عرب الـ500. فكان سؤالي عن ريادة الأعمال الاجتماعية أو المجتمعية تحديداً، فلما سألتهم قلت لهم ما هو هذا الشيء، ما هو هذا المصطلح، فلقيت أن 53% قالوا هي المسؤولية الاجتماعية، ما يسمى بالCSR في بعض الأحيان، ولقيت أن 18% يظنون أن عمل تطوعي فقط، نسبة بسيطة 13% اللي عرفوا ما هي وكيف تعمل هذه ريادة الأعمال المجتمعية. رغم أن من بحثي البسيط وجدت أن في بعض المنتديات العالمية المتعلقة بريادة الأعمال معظم المشاريع اللي تم تقديمها في ريادة الأعمال كانت متعلقة بريادة الأعمال المجتمعية. نتكلم عن أكثر من 25% من 50 مشروع متأهل كلهم لهم علاقة بريادة الأعمال المجتمعية. فإحنا نمارس الشيء وإحنا نعرف الشيء، ولكن للأسف مو بفاهمين أو مش عارفين نشبك هذه المصطلحات بهذا المعنى اللي احنا نعرفه ونمارسه بشكل يومي. وعلشان أكون
يعني بشكل بسيط المسؤولية المجتمعية لما نتكلم عن مسؤولية الفرد أو المنظمة في حالة CSR Corporate Social Responsibility هي المفروض طبعا بدأت Corporate Social Responsibility بس تغير المعنى لأن فعلا سابقا لما أول ما بدأ مسؤولية اجتماعية للمؤسسات كانت تركز على عوائل الموظفين أو الأسر الموظفين ولكن مع الوقت تغير وصار خدمة المجتمع فالمفروض يتغير هذا المفهوم وما يصير المسؤولية الاجتماعية بل يصير المسؤولية المجتمعية. أما لما نتكلم عن العمل التطوعي وراح نتدرج فيه بشكل كبير وراح نتكلم فيه اللي هو بذل جهد بدني أو مالي أو عيني أو فكري بلا مقابل وبلا إلزام لخدمة المجتمع. عندما أتكلم عن النشاط المجتمعي هو اهتمام الشخص بقضية معينة وتعزيز شغفه فيها ويحاول أن يبادر وتقديم بعض المبادرات في هذا الشيء. وريادة الأعمال المجتمعية هي تحويل هذا النشاط إلى عمل مستدام يدخل فلوس يدخل مال والهدف الرئيسي يكون في خدمة المجتمع وثم الأموال لاستدامة هذا المشروع في المستقبل. لما نتكلم عن التنمية المجتمعية فتنمية المجتمع هي الارتقاء بالمجتمع ونموه وعندما نتحدث عن التنمية المجتمعية عندما يتعاون أفراد المجتمع بمؤسساته وأنظمته بالنظام اللي يشغل هذا العمل لخدمة المجتمع ولتنميته بلا شك. وعندما نتكلم عن العمل المجتمعي هو العمل القائم على التعاون بين هؤلاء الثلاث جهات الرئيسية اللي تكلمت عنها أفراد منظمات وأنظمة تدير هذا العملية بشكل كامل. أنواع العمل المجتمعي قد يكون لحل مشكلة مثل مشكلة المواصلات أو مشكلة الزحمة عندنا في دولة قطر أو أي مشكلة ثانية وقد تكون للمحافظة على ما هو جيد مثل تبرعات التبرعات الحمد لله كمجتمعنا في دولة قطر التبرعات مستمرة والله الحمد الناس دائما تتبرع بالخير وتحاول تقدم كل ما يمكن لخدمة الآخرين ولكن نطمح إن شاء الله أن نطوره للأفضل والأفضل وفي مؤسسات بادرت في تطويره وممكن تطوير الجيد إلى أفضل مثل المباني اللي احنا نشوفها عندنا في المجتمع الراقية اللي قاعدة اليوم بعد يوم تطلع وتكبر يعني واحد من الأشياء طبعا أحد الكليات الموجودة عندنا في قطر فونديشن ومؤسسة قطر اللي أنا ما زلت أفتخر بهذا المبنى بشكل كبير فعلا غطى جميع الأفكار والمقترحات السابقة في المباني أن يكون عندنا صرح مثل هذا وكمنبر وكمسجد هاي بروحها يكفي فخرا أن يكون عندنا هالشيء في دولة قطر فتكلمنا عن العمل المجتمعي وخلونا نتعمق شوي أكثر في المساهمات الموجودة ولو بتلاحظون عمل مجتمعي قد يكون في المجال الرياضي، الثقافي، ريادة الأعمال، تأليف والكتابة والعلوم ولكن إحدى المساهمات هي التطوع وهذا راح نركز عليه اليوم بشكل أكبر فمن خلال مسيرتي التطوعية تعلمت كثير عن مجال العمل التطوعي بديت العمل التطوعي وأنا في الثانوية بل في الابتدائية من وأنا صغير بل أكاد أبصم أن كل المسلمين وكل العرب ساهموا في العمل التطوعي حتى وهم صغار ولكن جربت أنواع مختلفة من أعمال العمل التطوعي ومنها التطوع بالفكر، تطوع بالإدراك، تطوع بالتقديم البرزنتيشن اليوم أنا متطوع معاكم عشان أقدم لكم عرض مبسط فالتطوع مريت فيه تقريباً في جميع أنواعه فالتطوع هو جهد هذا الجهد قد يكون جهد مالي وعرف في بعض المناهج أن الصدقة تعتبر نوع من أنواع التطوع وقد يكون هذا الجهد جهد عيني من قدمه من ملابس من قدمه من مياه في الصيف وغيره من الأمور وقد يكون هذا الجهد جهد بدني مثل التطوع في كأس العالم مثل التطوع في إدارة هذه الجلسة اللي اليوم إحنا موجودين فيها كلها يعتبر تطوع بدني وقد يكون هذا التطوع تطوع فكري هل يصير يا ناصر أن يكون فيه تطوع فكري؟ نعم الخبرات اللي أنا بقدمها حق الغير النصائح اللي أنا بقدمها للغير لما أساعد في تدريسهم لما أساعد في تدريبهم كلها عبارة عن أفكار ومقترحات وخبرات قاعد أنقلها للغير وهي تعتبر جزء لا يتجزأ من عملية العمل التطوعي بل بالعكس أنا أشوفها هذه الثمرة والأفضل أنواع التطوع من كل الأنواع الأخرى طبعا في ثلاث شروط رئيسية للتطوع أن يكون بلا مقابل وأن يكون بلا إلزام وأن يكون لخدمة المجتمع فإذا واحد من هالثلاث شروط راحوا ما صار عمل تطوعي وهاي النقطة أرد وأقولها
أنتم ككوادر ككادر أكاديمي وكمعلمين وكإداريين يجب أن تركزون على هذا المعنى وفهمه قبل تعليمه للطلاب، لأن للأسف عندنا الوعي صار جدا 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 أقل من المتوقع. إلى اليوم متطوعين يكلموني في كأس العالم، أكثر من 20,000 متطوع اخترناهم، أكثر من 450,000 متطوع شاركوا، أكثر من 20% أو 30% منهم من داخل دولة قطر، وزالوا يسألوني هل أن بتعطونا فلوس ولا لا. لا، باختصار أعطيناكم فلوس ما صار تطوع، بيصير عمل جزئي. وهي ندلدل أن في عندنا نقص في الوعي هذا، ونحتاج أن نركز عليه بشكل كبير. هذا فيديو بسيط يتكلم عن التطوع الفكري، وهو أحد البرامج اللي قدمناها في أحد المبادرات في دولة قطر، طموح للتنمية المجتمعية، ويركز على أن الناس تبيهم اليوم يجون على أساس يتطوعون بأفكارهم، مثل ما قلت لكم نوع من أنواع التطوع. وهذه الجلسة كانت عبارة عن خدمة بالتعاون مع هيئة السياحة عندنا في دولة قطر، وكانت عبارة عن خدمة نسوي فيها عصف ذهني، مجموعة من الأفكار، ونقدمها لهيئة السياحة لتطبيق أحد هذه الأفكار للمساهمة والمساعدة في تطوير السياحة عندنا في دولة قطر. في حد من الأردن اليوم؟ من الأردن؟ من الأردن أنا أحييكم الصراحة، لأن أنتم سباقين في العمل التطوعي وإدخاله في المدارس بشكل كبير، يعني تستاهلون تحية خاصة الصراحة على عملكم. معظم المراجع اللي قاعد أشوفها ومعظم الأفكار اللي قاعد أشوفها في اليوتيوب وغيرها كانت دائما منبوعة من مدارس في الأردن، وهذه أيضا من الأفكار اللي طبقت عندهم في الأردن. يمكن إحنا ما شفناها قبل ما نطبق البرنامج، بس شفنا أن إحنا كثير من المدارس اللي في الأردن فعلا سووا هذا الشيء، وخلوا طلابهم يدشون شيء فشيء في موضوع العصفات الذهنية لمجموعة من الأفكار لتطوير السياحة عندهم في الأردن أيضا. وهذا الفيديو شفته تقريبا من كم من يوم، شيء بسيط، وهذا الشيء طبعا يعزز المواطنة وغيره، مثل ما راح نتكلم بعد شوي في هذا الموضوع. الأهم من هذا، هذا البرنامج اللي قدمناه لمدة يوم واحد كان بحضور هيئة السياحة، بحضور جمعية الشباب، جمعية بيوت الشباب القطرية، مجموعة من مؤثرين في مجال السياحة في دولة قطر، مجموعة من الرحالة اللي كثيرين السفر حول العالم، من ضمنهم طبعا بتشوفون أستاذ خالد الجابر اللي هو يعتبر رحالة بالموتور بايك أو البطبطة اللي يمر حول العالم ويدور حول العالم. هو قطري، شاب قطري، بس يحب يدور عن طريق استخدام الدراجة النارية اللي موجودة عنده. أعطيناهم بعض المقترحات، أعطيناهم بعض الأفكار، أعطيناهم بعض الأساسيات، وخلينا المتطوعين يبتدون في العصفات الذهنية. عقب ما ردوا لنا بأكثر من 200 فكرة. هيئة السياحة أخذت مجموعة من الأفكار وفعلا طبقت واحدة من الأفكار، ألا وهي كنز السياحة اللي طبقوها في الخور من سنة من السنوات، وكانت فكرة ناجحة جدا. خلنا نشوف هالفيديو البسيط اللي راح يعرفكم على هذه المبادرة بشكل أكبر. في صوت؟ صوت. صوت أعلى شوي. هذا استاذ خالد الجابر، رحاله الاعمار، والغرض من هذه وهي التطوع بفكره معينه ممكن تفيد البلد، هي انها تطور السياحه بشكل جميل وبشكل مبتكر يشمل افكار مجموعه من الشباب والشابات جميع المراحل وجميع القطاعات. طبعاً من هذا الخمس أفكار أخذنا فكرة مدينة الألعاب المدنية والبحرية، التي تمتد من البحر
طبعا اعطيناهم بعض الالعاب خلال هذه الفتره على اساس نحمسهم ونطلعون افكار بشكل اكثر خلال هذه المبادره. ونفس ما قلت لكم طلعت مجموعه جميله من الافكار اللي ساعدت فعلا في تعزيز ثقافه السياحه عندنا في دوله قطر خلال هذه الفتره. فاللي حبيت اقوله ان هذه شيء بسيط ممكن ان واحد يقدمه وممكن يستثمر فيها جهود الطلاب ان فعلا يساهمون ويساعدون في هذا العمل بشكل كبير. فاحنا في البدايه علمنا الناس اللي كانت موجودة عندنا بعض المهارات الرئيسية المتعلقة في حياتهم ليس فقط التطوعية بل المهنية. تعلموا ايش معنى العصف الذهني، تعلموا ايش معنى توليد الأفكار، تعلموا ايش معنى يشتغلون كفريق واحد، تعلموا شلون يولدون الأفكار بشكل كبير. بالمقابل عززنا عندهم فكرة السياحة. كثير من المتطوعين القادمين ما كانوا يعرفون أي شيء عن السياحة، فإحنا عززنا ثقافة السياحة عند المتطوعين اللي كانوا متواجدين عندنا، ومنها ساهمنا في 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 تعزيز مفهوم السياحه عندنا في دوله قطر بشكل عام، وساهمنا في المساهمه ولا بشكل بسيط لدعم السياحه عندنا في دوله قطر كعمل مجتمعي. فكلها فوائد صبت في هذا المجال بلا شك، وكانت مبادره واحده يوم واحد بس كان اثرها كبير عليهم. في انواع من التطوع اللي ممكن نتكلم عنها، الانواع الفرديه اللي يكون الواحد فيها المتطوع بنفسه. وعلى فكرة عندنا في العالم العربي أكثر من 40% من التطوع قائم على الذات غير منظم، ومش مقصود غير منظم أنه مرتب ولكن غير مقدر بشكل صحيح عندنا في دولة قطر أو في العالم العربي. ليش؟ لأن احنا متعودين كمسلمين وكعرب نركز أكثر على المساهمة والمساعدة بعيد عن الأضواء، بعيد عن في ناس تتبرع عندنا ممكن ما يروحون يقولون حق حد، ومو بحابين يقولون حق حد، يفضلون يكون مباشرة للمحتاج. فاحنا نتكلم عن اكثر من 30 او 40% من الاعمال التطوعية تقوم من وراء الكواليس، غير محصورة وغير موجودة. ولكن في العمل كمجموعات في التطوع وهي تعتبر الارقى والافضل لان انتاجيتها اكبر. وراح نتعرف ليش على انتاجيتها اكبر بلا شك. الله سبحانه وتعالى دائما كان يكلمنا كمجموعات. مش بس كمسلمين ولكن ايضا جميع الاديان. دائما عمل الجماعي افضل، ودائما كما يكلمنا يا ايها الذين امنوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دائما كان قاعد يكلمنا كمجموعات عمل جماعي. في سوره العصر عندما الله سبحانه وتعالى خاطبنا قال والعصر ان الانسان لفي خسر، انسان واحد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمنا على مجموعه، ليش هنا كلمنا كفرد وليش هنا كلمنا كمجموعه؟ لأن هذه الأشياء ما بتصير إلا بدعم الواحد. ما بيقدر يثبت على دينه، ما بيقدر يصبر، ما بيقدر يساهم في سد الباطل إلا إذا كان معاه صحبة وإخوان يساعدونه بلا شك للتواصل والمواصلة في هذا العمل. وهذا الشيء لا يقتصر فقط على الإسلام بل جميع الأديان بل فطرة الإنسان. ونشوف هذا الشيء في الحيوانات من حولنا، ونشوف هذا الشيء في الطبيعة اللي حولنا. دائما العمل الجماعي كله أكثر. فالعمل الجماعي كتطوع لا كثرة عطاء ولا عظمة إنتاج ولا ربط الناس بفكرة وليس بأفراد ولا الحصول على الفوائد الشورى اللي بتجي والتكامل والتطوير والتكافل ما بين الناس بينهم وبين بعض. أنا عن نفسي كإدارة العمل التطوعي دائما اشوف عندي مجموعه من التحديات، اذا ما كان عندي مجموعات يشتغلون ما قدرت احلها. مثلا واحد من المتطوعين اللي كانوا متواجدين عندي رائع جدا في اداره المتطوعين، ولكن للاسف تعامله مع الناس الاخرين سيء جدا، فكانوا دائما يشوفونه ستريكت صارم مع المتطوعين، لين جدا في التعامل. ولكن لما يتعامل مع مؤسسه، يتعامل مع احدى المنظمات، كان جدا متعب معي. ليش؟ لأنه دائماً كان يحاول يدافع عن المتطوعين، فاضطريت أنه أنا أجيب متطوع آخر فقط يكون ماسك التواصل بين المؤسسات وخليته هو يركز أكثر على العمل التطوعي. فهالتكامل ما بيصير إذا ما كان في عمل جماعي، ما يسمى بالسينرجي في بعض الأوقات، على أساس الواحد يتكامل ويتكافل مع الآخرين. فدائماً العمل الجماعي بشكل عام وليس فقط للتطوع هي منظومة، ليست منظومة رياضية وإنما هي منظومة هندسية، مثل ما أقولها كمهندس، لأن بالرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن في الهندسة عمود واحد مرات تزيده ممكن يأخذ لك أضعاف اللي كان ماسكك سابقا. فهي منظومة هندسية أكثر من أن تكون فواحد زائد واحد في التطوع والعمل الجماعي يساوي ثلاثة وأربعة وخمسة، ومرات يوصل لين 20 و30 كل ما اتحدوا
مجموعة من المتطوعين. من فوائد العمل المجتمعي والتطوعي بشكل خاص، لا فائدة للذات ولا فائدة للمجتمع، وراح نتركز بشكل كبير على الفائدة للذات بعد شوي، ولكن خلني أعطيكم لمحة عن الفوائد اللي ممكن تأتي للمجتمع. طبعاً فوائد المجتمع تأتي دعم اقتصاد الدولة ومجتمع مترابط، زيادة الأمن والسلام، استثمار طاقات الفئات اللي عندنا مختلفة ومن ضمنهم فئة الشباب، نشر القيم والأخلاق وغيرها من الأمور اللي ممكن تساهم في العمل التطوعي. ولكن أيضاً لفوائد مختلفة للمجتمع أن نحن نساهم ونساعد في نمو هذا المجتمع. وهذا فيديو بسيط من مبادرة تطوعية رائعة كانت في ماليزيا، أتوقع في ماليزيا لأن اللغة مش فاهمة، بس مثل ما سويت البحث كانت في ماليزيا. خلنا نشوف، وأتوقع بتفيدكم وايد ككادر تعليمي أنا ممكن استفيد منه بشكل كبير في المستقبل. حديقة كانت مهجورة، كانت قديمة، خلنا نشوف شنو التغييرات اللي استوت فيها بالطاقات التطوعية وفي مجال معين. كلموا مجموعة من المتطوعين الفنانين أن يجون هذه الحديقة ويحاورون يغيرون في شكلها بشكل بسيط. Okay, hari ini tugas diorang adalah untuk volunteer, tugas diorang untuk membersihkan kawasan. Di mana kawasan-kawasan yang ada ialah macam kerusi, meja, cacat lama yang dah terkopek tu untuk dicat barulah. I heard about this project through Curtin Volunteers of Curtin University and I wanted to contribute by beautifying this park. When people appreciate what you do, you also feel happy. عندما يقدر الناس عملك راح يقدمون افضل، وهي النقطه راح نتكلم عنها بعد قليل. We like to channel all the young people the energy which is they are the leaders of tomorrow. So we really value the contribution, participation and involvement of the youth. Sebelumnya macam nampak kosong saja. Sekarang macam sangat tirat macam nampak pemandangan ada lukisan, ada pemandangan yang bergerak. طبعا كان في تغيير قوي جدا في هذا المكان، يعني مثلا النافوره اللي كانت في النص تغيرت بشكل كامل عن طريق تدخل المتطوعين في عملها بشكل كامل. سبعة ايام غيروا فيها الحديقه بشكل كبير وعادوا فتح الحديقه وقدموها بشكل مختلف عن طريق المتطوعين. الان السؤال اللي بذكره، تتوقعون كم وفروا على الدوله عن طريق هذا البرنامج البسيط والفعاليه البسيطه؟ رسامين جايين يقدمون، عاده اذا رسام بيجي كم بياخذ؟ خلنا نقدر كم بياخذ الرسام تقريبا على الساعة أو على اليوم؟ 1000 ريال، 2000 ريال، 3000 ريال، وهذا ما يسمى بالقيمة الاقتصادية للعمل التطوعي. أن احنا بدال ما نجيب رسام وندفع له هذا المبالغ، راح نوفر على المجتمع بأن المتطوع يقوم بهذا العمل، وهذا بحد ذاته توفير قوي جدا للعمل التطوعي. خلنا أعطيكم لمحة بسيطة عن التوفير اللي ممكن يقدمه العمل التطوعي للدولة، وهي مهم جدا انتم تعرفونه والطلاب من بعدكم يفهمونه ويستوعبونه. خلينا نتكلم عن دولة مثل استراليا. في سنة 2018، سنة واحدة، كم تتوقعون استراليا قدروا يوفرون عن طريق العمل التطوعي؟ اعطوني ارقام. كم؟ 50 مليون؟ اكثر. مليار؟ دولار ولا ريال؟ اكثر. دولار؟ مليون دولار أكثر. من يزيد؟ قلنا مليار أكثر، قلنا خلاص انسوا المليون، انسوا الملايين. كم؟ والله نص بالنص، أنا راضي ب أنا أقول لك شغلة، 0101 بالمية أنا راضي فيها. كم وصلنا الحين؟ مليون، مليار؟ من يزيد؟ 10 مليار؟ أكثر. 20 مليار؟ أكثر. 100 مليار؟ أكثر. 150؟ أكثر. لا مو وصلنا تريليون. ما زال في المليارات. 290 مليار دولار ميزانية دول
مش ميزانية مؤسسات ولا ميزانيات، ميزانية دول. بس أمريكا 167 مليار، بريطانيا 105 مليار، طبعا أنا كلها حولتها بالدولار. للأسف عندنا بعض الإحصائيات البسيطة في بعض الدول العربية ولكن غير صحيحة. تعرفون ليش غير صحيحة؟ لأن ما عندنا منظمات تحصي وتعرف ما هي أرقام الساعات التطوع اللي نقدمها عندنا في دولة قطر والدول العربية. لو نظمت هذه العملية أنا متأكد الدول العربية راح يفيق هذه الأعداد، ولكن ما عندنا منظمات ترتب لنا وتعرف كم ساعة تطوعية قاعدين نقدم. ولهذا واحدة من الأزمات المهمة اللي دائما أنا أقول للناس فيها أن إحنا مشكلتنا ما قاعدين ننظم أمورنا، مع أن إحنا قاعدين نسوي هذا الشيء. إحنا عندنا ضعف كبير مش فقط في الدول العربية بس الأمم الإسلامية بشكل كبير في موضوع الأسبقية في وضع معايير وبعض وضع أنظمة. عندنا تأخر كبير فيها، ونتمنى أن إحنا في المستقبل فعلا نركز على هذا الجانب. أستراليا طبعاً وكندا وأمريكا وحتى بريطانيا سبقونا بمراحل في هذه المرحلة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا نحاول قدر الإمكان ننسق ونعمل على هذا الشيء. ما بطول في قيمة الاقتصادية العمل التطوعي، كيف تحصر قيمة الاقتصادية العمل التطوعي؟ باختصار عن طريق متغيرين: تكلفة العمل لو قام به موظفون رسميون ناقص التكلفة المستثمرة في التطوع من إعلانات من تدريب من غير الأشياء، طبعاً كلها بفلوس زي رسمي، إذا كان في زي رسمي نقص هذا الشيء من القيمة لو قام فيها موظف راح تطلع لنا القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي. مثال بسيط على فعالية واحدة مثل كأس مثل أولمبيات سيدني 2000 شارك فيها حول 43 ألف متطوع، ساهموا في توفير أكثر من 60 مليون دولار فعالية واحدة في شهر واحد. متوقعين نفس المبلغ إن شاء الله نوفره بل أكثر في دولة قطر إن شاء الله عن طريق متطوعين كأس العالم اللي راح إن شاء الله يكون عددهم حول 20,000 متطوع. من الأمور الكثيرة أيضاً اللي قاعدة تساهم فيها في العمل المجتمعي رفع مستوى الوعي، مثل ما الدكتور جاسم سلطان، حد مر عليه الدكتور جاسم سلطان؟ حد يعرفه؟ الدكتور جاسم سلطان إنسان رائع جداً في مجال الإدارة وفي مجال الفلسفة أيضاً وفي مجال العمل الاجتماعي بشكل كبير، ولا نظرية رائعة سواها المناظير الثمانية اللي يتكلم عن وعي المجتمع في عدة مناظير من ضمنها النظرة الإنسان، نظرة العلم، نظرة الوقت وغيرها من المناظير اللي احنا راح نركز عليها، ولكن هذه الأشياء اللي تفيد المجتمع بشكل كبير. هالشعار شعار وشو؟ قطر خضراء؟ ها اللي يقول قطر خضراء يرفع يده. اللي يقول شنو؟ صلاة. اللي يقول صلاة يرفع يده. اللي يقول رؤية قطر يرفع يده. اللي غير هذا يقول ولا واحدة منهم يرفع يده. طيب صحيح هي رؤية قطر 2030، كيف نعيش في قطر وإحنا لحد الحين مش عارفين الرؤية ومش عارفين الشعار؟ ترى على فكرة قطريين أقدم لهم الورش والدورات لحد الحين مو بعارفين هذا الشيء. اليوم إحنا مو جايين عشان نتكلم عن رؤية قطر، ولكن جميل الواحد يعرف أن هذا التطوع وهذا العمل الاجتماعي يصب في هذا التطوع. من ضمنها الركائز اللي يخبطون كثير يتوقعون أن هي الرؤية ولكن هي ركائز. وهني بذكركم بشغلة معينة: التنمية الاجتماعية تعتبر جزء من رؤية قطر، فرؤية قطر يعتبر عمل اجتماعي ولا مجتمعي؟ رؤية قطر مجتمعي. أحسنت 100%. رؤية قطر تعتبر عمل مجتمعي، جزء منها العمل الاجتماعي المتعلق بالأفراد. أزمات الأمة اللي ذكرناها السلوك والتخلف والتراجع، وليس التخلف والتراجع أن إحنا ما نتكلم إنجليزي ولا إحنا ما نسمع أغاني ولا غيره من الأمور، التخلف والتراجع في المعايير والأنظمة اللي غيرنا سبقونا فيها ونحن نحاول قدر الإمكان نلحق عليها. الفعالية وعدم الإنتاجية، إحصائية بسيطة قدموها الجزيرة كانت جدا جدا صادمة بالنسبة لي. نتكلم عن متوسط عمل والإنتاجية العربي الإنسان العربي 19 دقيقة من أصل 8 ساعات عمل. 19 دقيقة هذا المتوسط، وفي اليابان توصل إلى 7 ساعات أو 6 ساعات من أصل 8 ساعات. تخيلين لو بس زادت الإنتاجية في المجتمع العربي ممكن شيء يصير عندنا؟ شيء غريب، شيء غريب فعلا. الفكر، القيادة، كلها أشياء طبعا على مستوى العالم من أهداف التنمية المستدامة جميعها يصب فيها العمل التطوعي بشكل كبير.
أما على المستوى الذاتي وهو الأهم بالنسبة لكم وحاول أركز عليها بشكل كبير خلال الدقائق القادمة، ألا وهي الفوائد اللي ممكن تعود حق الإنسان كشخص. طبعاً في إحصائية جميلة وقانون جميل تعلمته من أستاذي أستاذ دكتور طارق السودان في مرة من المرات لما تكلمت عنه معاه وسألته عن أحسن طريقة لاستثمار طاقات الشباب وذكرها في محاضراته بشكل كبير أيضاً. قال عندما يكون مجال عمله يساوي مجال حياته يساوي مجال تطوعه، والمقصود في مجال الحياة اللي هو التخصص وما يقرأ فيه ويركز عليه في مجاله، المجال العمل يساوي. تقول لي ناصر هل معقول أن الواحد يتخرج في مجال ويركز على مجال ثاني؟ أنا سويتها، أنا خريج هندسة بس اليوم أنا ما لي أي علاقة بالهندسة. تدرون كم واحد مثلي في العالم؟ 80% من الناس يتخرجون من مجال ويشتغلون في مجال آخر، 80%، وهي بروحها ترى تعتبر تكلفة كبيرة قاعدين نكلفها على الدولة. لو المهندس فعلا اشتغل في الهندسة وكان عارف رغبته أن هاي الهندسة واشتغل فيها، فما بالكم إذا تطوع في مجال الهندسة بشكل أكبر، شلون الفائدة اللي راح تعود حق المجتمع؟ مختلفة. طبعاً أنا تعرف على مجموعة من الترتيبات والأشياء المختلفة اللي في حياتي اللي خلتني أعرف أن مجال تطوعي هو اللي خلى مجال حياتي يعرف وين يتوجه في مجال عمل مجتمعي والإدارة تحديداً. من هذه؟ ديانا، كلكم قلتوا ديانا. أنا بلحنا ديانا. من اللي جنب ديانا؟ من؟ صاحبتها؟ ها؟ متطوعة؟ هي متطوعة كبيرة ترى. بس حد مر عليكم فيها؟ أنا متأكد بعد ما أقول لكم عنها تقريبا إذا ما كان الكل بيكون على الأقل 80% عارفين هذه من؟ اللي جنب ديانا. هذه اسمها أنيتا رودك. أنيتا رودك لها قصة نجاح جميلة وحلوة جدا جدا جدا. هي كانت متربية بين أسرة إيطالية انتقلت من إيطاليا إلى إنجلترا بسبب الحرب العالمية الثانية، وكانت أمها عندها قهوة بسيطة كانت دائما تستخدم الريسايكل أو إعادة التدوير علشان تمشي هذه القهوة بشكل كبير. ليش؟ بسبب الحرب العالمية الثانية كان في نقص كثير في دعم المواد عندهم في المطاعم وغيرها من التجارة اللي موجودة عندهم في إنجلترا. تربت وسط 4 أخوان مع أم وأب، ولما كبرت شوي تخرجت كمعلمة، كلكم معلمين، فهي تخرجت كمعلمة، ولكن كانت وايد تهتم في مجال العمل البيئة والدفاع عن الإنسان، فخلت شغلها كمعلمة في مكانها في إنجلترا وسافرت إلى أفريقيا على أساس تعلم هناك مع الأمم المتحدة. طبعاً اشتغلت في مجالات كثيرة ولكن تطوعت كمعلمة في مجالها في مجال العمل الإنساني، وتمت تدافع عن البيئة وتمت تدافع عن هالأمور كلها لين ما ردت مرة ثانية وقالت ببطل محل بزنس. استخدمت بعض المواد اللي جمعتها من أفريقيا من المواد الخام، المواد الأورجانيك اللي ممكن تحافظ على البيئة بشكل كبير وتساعد على الحفاظ على الناس بشكل كبير، فبطلت أول محل لها بودي شوب. سمعت عن بودي شوب؟ طبعاً اللي ما يعرفه يمكن الشباب ما يعرفونه. البودي شوب هو محل مهتم بمستحضرات النظافة والتجميل ليس فقط للنساء وإنما بشكل عام للرجال والنساء. أول محل بطلته في عام 1972 وصلت إلى 1984 عندها 2000 محل خلال 12 سنة تقريباً. 2000 محل. 2004 تبرعت بكل الأموال اللي عندها اللي كانت واصلة أكثر من 200 مليار دولار حق المؤسسات الخيرية والإنسانية. 2006 ماتت. هي حسرة على عيالها اللي ما تهنوا بالفلوس. اللي بقوله في هذا المجال أن في ناس وايد عن طريق العمل التطوعي استفادوا وغيروا حياتهم. الدكتور عبد الرحمن الصميت، حد شافه من قبل؟ معروف رحمه الله، هذا قدوتي في مجال العمل الإنساني. الله يرحمه كان سخر حياته رغم أنه دكتور ناجح، طبيب ناجح، خلى حياته كلها واشتغل في أفريقيا هو وعياله وكملوا وزوجته تمت معاه في أفريقيا. كان يسمي نفسه خادم الدعوة، وعندما توفى لقبوه برجل بأمه. ليش رجل بأمه؟ أسلم على يد 11 مليون مسلم.
كم واحد أسلم على يدك؟ كم واحد أسلم على يدك؟ ثلاثة؟ هذا 11 مليون مسلم، ما شاء الله ثلاثة ممتاز بعد. بس إن شاء الله نوصل حقهم. نتكلم عن 29 سنة في الدعوة، 6 ملايين مصحف، أكثر من 4 جامعات، مدارس توصل إلى المئات من المدارس اللي في الطلع من حوله. التطوع، وكان يسمي نفسه هو صغير المطوع أو المتطوع، اللي كان دائماً يحاول يساهم ويساعد الآخرين. ما بي أقول لكم عن حياتي أنا بشكل كبير، بس اللي بقول لكم أنا في حياتي أنا تعلمت الكثير في الحياة التطوعية. هذا الشيء خلاني اليوم أصير مدير إدارة التنمية المجتمعية ومسؤول عن 35 مكتب في قطر الخيرية، خلاني أكون أصير مستشار لسعادة وزير الثقافة والرياضة، خلاني أكون رئيس أكبر تجمع تطوعي في تاريخ قطر، 20,000 متطوع. التطوع وصلني إلى هذه المرحلة في حياتي. طبعاً تومز، أحذية تومز معروفة، بدأ حياته التطوعية وهي اللي خلتها تبطل هذه البزنس الناجح اللي عن طريقه كل وانتم بكرامة جوتي يشتريه يروح يوصل جوتي للأعمال الإنسانية والمحتاجين في أرجنتينا وفي جميع دول العالم. دائرة المعرفة من أهم الأشياء اللي راح تستفيدون منها في العمل التطوعي، ووصلوا هذا الشيء للطلاب الموجودين عندكم. 85% من الناس ساعدوهم في رفع إمكانية تواجد أو إيجاد فرص عمل لهم، وهذه الإحصائية قاموا فيها الفيرجن جروبز. المهارات مثل الخطابة ومهارات العرض ومهارات التكنولوجيا، الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المشاريع، التدريب، القيادة، كل هالأشياء راح نستفيد منها في العمل التطوعي. كثرة الثقة والتعامل مع مجموعات والتعامل مع مجموعة من الأفراد من حولنا وأخذ قرارات، كلها العمل التطوعي ساهمت فيها في تنمية هذا الشيء في حياتي وفي حياة معظم المتطوعين اللي اشتغلوا وهم صغرهم كمتطوعين وساهموا في التطوع. تقوية السيرة الذاتية، فإحنا نتكلم عن إحصائية بسيطة، مثلاً 82% من المدراء يفضلون الناس اللي عندهم في السي في أو في السيرة الذاتية أنهم ساهموا في العمل التطوعي. مرة ثانية وصلوا هالشيء للطلاب. في أشياء مختصة في المجال العمل للطلاب ويستفيدون منها بشكل كبير، تعزيز القيم المواطنة والانتماء، يزيد من الإحساس بالواجب والمسؤولية، التعرف في قضايا المجتمع بشكل أكبر، يعزز القيم الإيجابية عندهم، القدرة على التعامل مع المشكلات، وهي نقطة وايد مهمة، وايد وايد مهمة، لأن إحنا عندنا للأسف أي مشكلة تجي في حياة الواحد داش في مرحلة اكتئاب، ولكن العمل التطوعي والمساهمة وشوف الواحد شلون قاعد يسأل. والحلو في الموضوع أنه ما في مجال للخطأ لأنه تطوع، خليه يجرب، خليه يشوف، خليه يتعرف، خليه يختار تخصصه، خليه يعرف شنو الأخطاء ممكن شلون تنحل، وهو قاعد يساعد المجتمع أيضا خلال الفترة. الثقة بالنفس، تفريغ الطاقة، استثمار أوقات الفراغ، وإعداد الفرد. فما هو الأثر اللي راح يتركه أيضا عن طريق العمل التطوعي؟ هذا جانب مهم جدا في حياته، والأثر هو ما يبقى بعد إتمام الأمر. وهاي ممكن أعطيكم فيه تمرين بسيط عشان أغير لكم فيه جو. التمرين بكل بساطة أبيكم تركزون معاي خلال الشعارات اللي راح تكون موجودة عندكم. الشعارات راح تستمر عندكم وتجيكم بشكل متسلسل، كل شعار بيطلع عندكم المدة الثانية وبيروح الشعار اللي بعده. طبعا ما أتكلم عن هالشعارات الحين، بتيكم سلسلة الشعارات. طالب منكم كالتالي، أبيكم توعدون في شيء ممكن تسوونه، تتركون كل القلامة والجوايل، وأبيكم تحاولون تتذكرون وتحفظون هالشعار في ذهنكم. كلها شعارات معروفة، مو شعارات مش معروفة، شعارات معروفة بعطيكم إياها الحين. أبيكم تحفظون وتتذكرون أكثر شعارات ممكنة، بعطيكم عقبها دقيقة تروحون تكتبونها فيما بعد، بس الآن أبيكم تتركون جوايلكم وتتركون القلامة ومحد. وللعلم، شكرا لك دكتور، وللعلم هذا التمرين تمرين فردي، يعني ما يصير أروح حق الأحذية يقول تذكرتي، لا ما تذكرت، لا كل واحد بروحه. أنا أبي أشوف التحدي، كم واحد فيكم بيحفظ الشعارات الموجودة. جاهزين؟ واضح التمرين؟ يلا نبتدي، بسم الله. 1 2 3
الآن أبي كل واحد خلال الدقيقة القادمة، دقيقتين القادمين، أن يكتب أكثر عدد من الشعارات اللي مرت قدامه. عندكم 30 شعار مر عليكم، إذا ما عرفتوا شعار أو شعارين مش مشكلة، عندكم 29 شعار آخر ممكن تكتبونه. خلنا نشوف إيش كثر ممكن تكتبون من هذه الشعارات. أذكركم أن تمرين فردي. لا أحد يشوف الأحذاء. أشوفك اللي هناك. إيش دخل الصوت في الموضوع؟ أوكي. باقي دقيقة. ستوب. خلاص ستوب. الآن من تذكر 30 شعار يرفع يده. زين، من اللي تذكر أكثر من 20 شعار يرفع يده؟ من اللي تذكر 19 شعار؟ 18 شعار؟ 18 شعار؟ 17 شعار؟ أحييك، ترى العدد مش بسيط ما شاء الله، 17 شعار؟ أحييكم، ترى ذاكرتكم ممتازة جدا. 14؟ من اللي حصل 16؟ 15؟ 14 طبعا 13. من اللي حصل 13 وتحت يرفع يده؟ الأغلبية. من 30 شعار 27 شعار حصلت؟ هم 27 شعار 30 شعار عادهم حاطم، وأنا عادهم، لا تشيلهم. شو تقولين؟ أنا ما سمعت كلام. زينة ها؟ سهلة على القلب ها؟ طيب شفايدة هالتدريب؟ ليش أنا حطيتكم إياه؟ اللي بقوله خلال هذا الشيء، ترى على فكرة التدريب خذناه في الماركتينج والتسويق لما كنت قاعد أدرس في الماستر، على أساس أن يقولون أن كثر الناس صعب عليها تتذكر هذا الشعار مع زحمة الدنيا، مع المتغيرات اللي قاعدة تستوي في الدنيا. فأنت كإنسان، الطالب كإنسان، شلون ممكن يكون له أثر، زارع الأثر خلال هالمجتمع السريع المتغير اللي قاعد يستوي عندنا، وكل مادة الشيء يصير أصعب وأصعب، والطالب ميولة تروح حق الأشياء اللي موجودة في المجتمع أكثر وأكثر. أذكر مرة من المرات رحت حق مجموعة من الطلاب الابتدائية أقول لهم إيش تبون تصيرون في المستقبل. أنا بالنسبة لي على جيلي كانوا يقولون يا جيش يا طيار. أهلي كانوا يفكرون يا طبيب يا مهندس. تدرون الجيل الجديد شو يقولون؟ ويمكن أنتم عارفين هذا الشيء. يقولون نبي نصير يوتيوبر، يبي يصير بلوجر. الحين بدأ موضوع السايبر وإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، فكيف سوف يكون له أثر؟ فالتطوع طريقة جميلة جدا لزرع هذا الأثر. تطوع إمكانية كبيرة. مثل ودائما ذكروهم ماذا سيكتبون عنكم بعد عمر طويل ان شاء الله. هذا طبعا احد الاشخاص، الفيديو ما عندي الوقت عشان اطرحه لكم، ولكن هذا الشخص تم يوميا في الاردن بعد حادث استوى في الاردن في احدى المناطق، كان ينزل ويروح يعبر الطلاب من الشارع يوميا الى يوم من الايام. وبعد 30 سنه جات حكومه الاردن سوت جسر باسمه، مو بجسر واحد، خمس جسور سووها عشان تعبير الطلاب، وكان هو السبب في هذا المجال. طبعا الفيديو فيه تقدرون تروحون تشوفونه، ويتكلم عن الاحصائيات الحوادث. كان في احد مبادرات احمد الشقير يتكلم عن موسى اسمه، تقدرون تشوفونه في اليوتيوب ان شاء الله في المستقبل. طيب خلنا في العشر دقائق القادمه اركز بشكل كبير على موضوع الطلبه. مثل ما انتم عارفين في التعليم في ثلاث انواع من التعليم، في ثلاث انواع من المراحل. في مرحله الطفوله المبكره اللي قبل التعليم وقبل المدرسه النظاميه والمعروفه، الا وهي 3 سنوات إلى 5 سنوات. وفي مرحله التعليم العام اللي هو المدارس، سواء كان من الابتدائيه الاعداديه الثانويه، وفي مع تعليم الجامعي. انا طبعا راح اركز على هاي الجانبين. الجانب هذا
لا عبارة أكثر يركز على القيم وزراعة القيم، ولكن السلوكيات وتعزيز هذه القيم راح تكون في هذه المرحلة، وأتوقع كلكم عارفين هذا الشيء بشكل كبير. فلما نتكلم عن القيم نتكلم أول شيء عشان نفهم القيم خلونا نفهم المجتمع نفسه. المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون سوية في شكل منظم، وتجمعهم سمات وصفات معينة مشتركة، ويصير لهم هوية ويصير لهم ثقافة ويصير لهم غيرها من الأمور اللي ممكن تساهم في تشكيل هذه الهوية. الأخلاق هي مجموعة القيم. فلما نتكلم عن فرد نتكلم عن قيمة، نتكلم عن مجتمع نتكلم عن أخلاق المجتمع هذه، وهي طبعاً غير الخلق. الخلق هي مجموعة القيم الإيجابية، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنه وقال أنه على خلق عظيم، خلق غير عن الأخلاق، في فرق بين المصطلحات. فلما نتكلم عن الأخلاق مجموعة القيم، لما نتكلم عن القيم القيمة الواحدة هي المعيار السليم الذي يحكم سلوك الفرد. هو يعني الواحد ممكن يدرس وينجح، بس هل بيدرس وينجح بإتقان؟ هل بيدرس وينجح بمجموعة ولا بشكل فردي؟ هل بيدرس وينجح بدون غش؟ فإحنا نتكلم عن الحدود اللي تشكل هذا الفعل اللي يقوم فيه أو السلوك اللي يقوم فيه هذا الإنسان. وطبعاً تكرار السلوك ينتج عادات ثم ثقافة ثم هوية. وهالشيء الجميل في العمل التطوعي أن كثرة ممارسته راح يخليه يكون جزء أكثر من ثقافته وهويته، وراح يحب هذا العمل التطوعي بشكل أكبر. وطبعاً من قيم التطوع القيمة الرئيسية ألا وهي العطاء، وهاي أول شيء لازم تعرفونه عن القيم. عندما نتحدث عن عطاء هي قيمة وليس تطوع، ولكن التطوع هو فعل. ما هي القيمة من وراء التطوع؟ هي العطاء. العطاء ممكن يدش في العمل الإنساني الخيري، ممكن يدش في التبرعات، ممكن يدش العطاء، ولكن أحد قيم العطاء، أحد قيم التطوع ألا وهي العطاء. ففرق كبير بين القيمة والفعل. وهناك قيم أخرى مثل التعاون والالتزام والاحترام والتكافل والمساواة والولاء والإتقان والإبداع وغيره من الأمور. وأيضا كعمل تطوعي لازم نركز على شيء معين، التخطيط له بشكل صحيح للطلاب. إذا بتصور لحظة خلنا أحط نعدل الكشخة شوي لأن yes now it looks good. لحظة wait now we can go ahead. خلنا أسألكم سؤال، ما هو مش تشوفون أول شيء قدامكم؟ ورد، تولب، في بعض الناس يقولون أزهار مش ورد، اللي هو ما هو أهم شيء في هذا الورد أو الأزهار؟ شنو أهم شيء؟ تلون؟ التنوع؟ تنسيق؟ شايكم أن أهم شيء مش موجود في الصورة أصلاً؟ الجذور، لأن ذا الجذور محد ماتت الوردة، وهاي هو التخطيط. فأنتوا اليوم كمعلمين ندري، والله العظيم أني أدري أن ما يدرون الناس المعاناة اللي تكون من وراء الكواليس عندكم. أدري وصدقوني حتى على مستوى الوظيفة، حتى على مستوى أنا كإدارة، والله ما حد يدري عن التخطيط اللي يستوي وراء الكواليس، ولكن ما زال أهم شيء، لأن إذا التخطيط ما كان صح ما في شيء بيمشي صح. فلهذا جزء من التخطيط أن أنتوا لازم تساعدون وتخططون في بعض البرامج التطوعية للطلاب نفسهم، وتساهمون في إعداد هذه الخطة بشكل أكبر، وتدخلونها في مناهجكم بشكل أكبر. من المقترحات مثلاً الأمور التطوع في المجال الأكاديمي في المدرسة، مثل جلسات التقوية، ترجمة، تلخيص المادة. أنا في واحدة من المتطوعات اللي معي حالياً موظفة تقول أنا أكثر شيء ساعدني أني أوصل على اللي أنا عليه اليوم، أنا كانت معلمتي تعطيني المنهج تقولي لخصي لي معه، لخصي لي هذا المنهج معك، كانت تخليها تقوم وتوقف وتعلم. في مبادرات تطلع من بعض المدارس المعلم الصغير، خلوا الطلاب، ترى جزء من عملية التحفيز أن تدخله من الهدف وتخليه جزء من عملية إعطاء الفرصة هذه حق الغير. خليه يعلم أقرانه في دروس التقوية، مش لازم المعلم، لازم هو اللي يكون متواجد بشكل هاي كلها تطوع. نتكلم على مستوى البيئي، التنظيف في المدارس، ونعرف كلنا التجربة اليابانية اللي تكلموا عنها من 10 سنين، وما زلنا. أنا عن نفسي تربيت في بيئة في أحد المدارس في دولة قطر، كانوا يخلونا في يوم في السنة نروح إحنا نسبق المدرسة، كانوا يخلون إحنا ننظف المدرسة بشكل يومي.
للأسف كثير من المدارس اليوم تحاول تبتعد عن هالمجال بسبب حقوق الطلاب والأطفال وغيره. هاي جزء من عملية التعلم والتطوع. عندنا مجال المتعلق بالمجال الإعلامي، بدام هم مميزين في التصميم، بدام هم مميزين في السوشيال ميديا، ليش ما يمسكون حسابات المدرسة؟ ليش ما يمسكون تصاميم المدرسة؟ خلوه يكون جزء من هذه العملية. إذا ما نتكلم عن التطوع الثقافي، مكتبة المدرسة، نادي الكتاب، الفن والرسم، كله جزء من عملية التطوع ممكن يخدم فيه المجتمع. عندما نتكلم عن التطوع في مجال الأمن والسلامة، الإخلاء في حالات الحريق، الإسعافات الأولية، علموا الطلاب، مو بس تعلمونهم أن يأخذونها على أساس يكتبون لكم عنه موضوع إنشاء بعدين، خلهم نفسهم فعلا يقومون بهذا الدور في المستقبل، بيحبون هاي الشيء وراح يثمر فيهم بعدين في المستقبل بشكل أكبر. ممكن البيئة المدرسية وتطوير البيئة المدرسية من ثقافة التطوع في المناهج الدراسية، والحمد لله من الصف السابع والثامن في أشياء لها علاقة بالأمور، ولكن هذا الشيء لا يمنع أنه يكون من سابق موجود. توعية المعلمين والإداريين، أنا متأكد في كثير من الناس اليوم، وأتمنى أن أنا رفعت بعض الوعي عند بعض المعلمين عن موضوع أهمية العمل التطوعي وشلون دوره في المجتمع، أتمنى تكون عندها هالشيء. الجوائز المتعلقة بالعمل التطوعي، جائزة المتطوع الأكثر حماساً، المتطوع أكثر ريادة، المتطوع الأكثر إبداعاً، هاي ممكن يساعد ويساهم أيضاً. يوم البيئة، الأيام اللي راح نركز عليها مثل يوم البيئة، اليوم المعلم، اليوم الوطني، كلها مبادرات وأشياء ممكن يساهم فيها ويدعم فيها الواحد. ولكن لا ننسى أن قيادة العمل التطوعي لازم تكون في ثقة وتشجيع مستمر وتنظيم ومرونة وشفافية. أي متطوع ممكن يفقد أي جانب من الجوانب الموجودة عنده إذا ما توفرت هذه الأشياء في قيادة العمل التطوعي. من الأشياء أيضاً اللي حبيت أختم فيها موضوع التعليم والعمل الجامعي في هذا المجال. طبعاً إحنا يمكن مش تخصصاً اليوم وايد له علاقة بالتعليم الجامعي، ولكن حبيت أذكر بعض المقومات اللي ممكن تساعد في تنمية العمل التطوعي في العمل الجامعي، ممكن المدارس تستفيد من هذه التجارب أيضا. وطبعاً أشكر الوالد دكتور عبد العزيز المقيصيب في مساهمته ومساعدته فيني في وعطائي بعض الملاحظات من الأشياء اللي أنا قدمت لكم إياها اليوم. طبعاً دكتور عبد العزيز المقيصيب كان عميد كلية التربية السابق في جامعة قطر، وكان له أثر كبير في مجال عملية التعليم في جامعة قطر. تكلم عن إدراج الأنشطة التطوعية، إيجاد آليات العمل، احتضان المبادرات. عندنا في جامعة قطر، أنا أعرف جامعة قطر، عندنا ما لا يقل عن 200 مبادرة تطلع سنوياً، ليش ما يتم احتضانها واستمرارها؟ الشراكات مع المؤسسات الأخرى، وراح أتكلم عن الشراكات، وضع إدارة متخصصة لتنظيم العمل التطوعي، إزالة العوائق اللي ممكن تحول بينها وبين الطالب، إصدار نشرات دورية عن التطوع، الاستثمار في المناسبات المجتمعية في هذا العمل التطوعي، شيء المفروض نفتخر فيه وننظمه بشكل أكبر. وراح أختم في هذا المجال، ألا وهو الشراكات الموجودة عندنا في دولة قطر بل في العالم. للأسف ما كثير عندنا ما يعرف الفرق بين المشاركات اللي ممكن يستفيد منها في مجال العمل التطوعي. ففي أنواع عدة من المؤسسات والمنظمات، ومن ضمنها مؤسسات ومنظمات متخصصة في مجال المتطوعين، والمقصود فيها أنهم يوفرون متطوعين، يضعون بعض الأنظمة المتعلقة بالعمل التطوعي. مثال على ذلك الاتحاد العربي للتطوع أو قطر التطوعي أو حتى الـ IAVE اللي هي تعتبر مؤسسة دولية في ترخيص العمل التطوعي. وفي مؤسسات أخرى قد ما يكون الكور بزنس مالها في العمل التطوعي، ولكن يوفرون فرص تطوعية ممتازة ممكن تستفيد منها المدارس بشكل كبير، وأنصحكم في التعامل معها أيضاً. ومن ضمنها طموح، من ضمنها اللجنة العليا، من ضمنها متاحف قطر وغيرها من المؤسسات اللي عندهم إدارات متخصصة في إدارات المتطوعين، ولكن مش هذا الجانب الرئيسي اللي يشتغلون فيه. آخر نوع من أنواع المنظمات قد ما يكون لهم علاقة في التطوع من ناحية التنظيم أو من توفير متطوعين، ولكن ممكن يطلبون بعض المتطوعين يوم الأيام من إحدى المؤسسات اللي فوق اللي يساعدونهم في تنظيم العمل التطوعي، فهذا الشيء أيضاً يعطيكم جهد كبير أنه ممكن تساهمون. كثير من المؤسسات التطوعية عندنا في دولة قطر، من ضمنها طموح، قطر الخيرية، قطر التطوع، الهلال الأحمر، مؤسسة قطر يشتغلون بشكل كبير، ومؤسسة قطر تحتها جانبين، في مؤسسة قطر كإدارة متخصصة في تنمية المجتمع، وأيضاً Education Above All الروتة سابقاً كانت أيضاً جزء من عملية توفير متطوعين خلال هذه المرحلة، ومنها تكون دولية وعالمية مثل UNV وغيرها من المؤسسات الدولية اللي احنا موجودة عندنا وممكن نتعامل معها بشكل مباشر. طبعاً
مش معناته أن كل المنظمات هاي قادرة على إدارة العمل التطوعي، فبناء على الإحصائيات 10 ملايين مؤسسة للأسف 45% يجدون صعوبة أن يديرون المتطوعين، فنحتاج دعم، يحتاجون دعمنا بشكل كبير. المؤسسات هذه ممكن تساعدنا في الدعم اللوجستي، الدعم الإداري، الدراسة والبحوث المتعلقة بالعمل التطوعي، التطوير والاستشارات، توفير فرص تطوعية، استقطاب المتطوعين، والتدريب والوعي في مجال العمل التطوعي. وأختم كلامي بثلاث مقترحات رئيسية. المقترح الأول إعداد مؤتمر علمي، وأتكلم عن علمي، في أوراق عمل، في إحصائيات، في دراسات تساهم وتساعد، ويكون فيها ثلاث أمور رئيسية في تقييم مدى وعي الطلبة بأهمية العمل التطوعي، تقديم رؤى ومقترحات وتصورات قابلة للتطبيق، تحديد آليات تنفيذ هذه الرؤى. ترى يا جماعة محتاجينها. عندي موجود معي الدكتور نبيل، ويمكن عارف شغفي وهمي في موضوع العمل التطوعي. الدكتور نبيل ماسك إدارة البحوث عندنا في اللجنة العليا للمشاريع والأث بما يتعلق في العمل التطوعي، ونواجه صعوبة كبيرة في إيجاد إحصائيات مناسبة وترتيبات مناسبة تساهد في هذه البحوث وتطبيقها في أرض الواقع في المستقبل. طبعاً بالتعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة قطر وكل المؤسسات الجامعية لدولة قطر. أيضاً من المقترحات اللي حابب أقترحها اللي هي إعداد نظام يساهم في إدارة العمل التطوعي لطلاب المدارس، وأنا مستعد أكون جزء من هذه المبادرة، في إعداد منهجية كاملة، في إعداد ترتيب كامل شلون ننظم عملية إدارة التطوع والعمل التطوعي في المدارس وبينها الطلاب. استفدت كثير عن طريق اللجنة العليا للمشاريع والأرض سابقاً، واستفدت كثير من حياتي العملية، ومستعد أن أنا أيضاً أشتغل بشكل كبير مع مبادرة إذا في إمكانية من الوزارة أو المؤسسة في المستقبل. وأيضاً لا ننسى صياغة ميثاق يقوم على مبادئ أخلاقية قائمة على ترسيخ إيمان الفرد بمفهوم العطاء، ونحتاج هذا الشيء أن نركز عليه ونسلط الضوء عليه بشكل كبير. وهاي فيديو بسيط حابب أختم فيه وأقول لكم أن قطر دائماً بتحتاج الأفضل. يوم بعد يوم التطور قاعد يستمر. مجتمعنا اللي قاعدين نعيش فيه اليوم ما كان نفس 5 سنوات قبل أو 10 سنوات قبل. تعدينا بعض الصراعات وبعض التحديات اللي مرت علينا في حياتنا. قدرنا أن نطلع منها بصعوبة ولكن بثقة. صرنا فعلاً من الناس الأوائل والرواد في العالم ككل. قدرنا نعلم غيرنا بعد ما كنا دائماً نتعلم ونتعلم ونتعلم. فعلاً قطر كل يوم قاعدة تنمو بشكل أسرع، والمجتمع عندنا ينمو بشكل أسرع، بس ما وصل هذا الشيء إذا ما كان عن طريق التطوع والعمل المجتمعي والطلاب اللي راح بكرة يمسكون مناصب في المستقبل ويفهمون هذا المجتمع بشكل كبير. قالوها سابقاً ونرد ونقولها، قطر تستحق الأفضل من أبنائها. هذا ما عندي، وجزاكم الله كل خير. أعتذر على الإطالة، أنا كان خاطر أعطيهم 5 دقائق للاستفسارات والأسئلة والأجوبة، بس ما مدان الوقت، ولكن إن شاء الله أنا متواجد وموجود حولكم، إذا في أي شيء أنا حاضر باللي تمرون فيه. شكراً لكم، شكراً مؤسسة قطر، وشكراً جميع القائمين على هذا الملتقى. بارك الله فيكم.